انا بالنسبه لي رئيس الشركه الرياضيه شباب سولم الرياضي شباب النادي المغربي الرياضي الفاسي اسماعيل الجامعي هو صديق ديالي كاخ ديالي يعني كنشوفو يوميا وملي كنقول يوميا كناكد عليه يوميا كنتلاقاو يوميا لان كنخدموا جميع وعندنا مصالح مشتركه عندنا تجاره مشتركه عندنا اعمال صفقات مشتركه بيناتنا خصوصا مع السي الحاج احمد الجامعي طال الله في العمر ديالو وبالتالي هذاك اليوم هذاك اليوم بالذات اللي كانت المباراه عاود كنا فاطرين مجموعين وكنا مريحين مجموعين ولما لا جات الفكره لما لا نتفرج مجموعين في المباراه كان رمضان رمضان الانسان يبغي يخرج بالليل يبغي يشوف فبالتالي مشينا للملعب مجموعين يعني من من يعني من حنا كنا مجموعين مائده الافطار مشينا مجموعين دخلنا للتيران هادي كجوج متفرجين او دا يعني سبونطانيا كان يعني في الملعب كان ظروف وحتى في الطريق سي اسماعيل قال لي نشوفوا كان عاجبه واحد اللاعب تما عندنا بغي يشوفوا عن قرب وداك الشيء مشينا حتى في الافطار كنا كنهضروا مشينا باش نشوفوا وباش اللي ما نتفرجوا وكما قلنا نضيعوا شويه الوقت او ميم يشوف اللاعب اللي بغا هو مشينا عادي احنا اعتبرنا عادي وهذي كتدخل في اطار يعني العلاقه الكبيره اللي كتجمعني بعائله الجامعي كلهم من بس الحاج احمد لابسي التامي لابسي الحسين لاب الابناء ديالهم كاملين انا واحد كنت اعتبر كنعتبر راسي واحد منهم عادي بالنسبه لي انا كان عادي الامر بطبيعه الحال إحنا كان عندنا اتصال في بدايه الموسم الى لعبنا كنا لعبنا اربع دورات وخمسه كانت تصل الناس الرجاء البيضاوي اتصلوا بي شخصيا انا على على اللاعب بلالي نعمه وكان بقى الحديث كيدور لان كان بلال نعمه كان جا واحد شد عضلي كان ما واحد المباريات الى حين رجع يتعافى ورجع للتباري بالنسبه للمغرب الفاسي انا باش نوضح واحد الصوره فاحنا كنتفرجوا في الماتش كان سي اسماعيل الجامعي في اتصال مباشر في بسيد بالسيد المدرب ديالهم مسعد عبد الحليم سلطان كانوا في الماتش كيتبعوا كي, كي يعني اللاعب كان كنظن بان سعد الحبيب سلطان راه كاين اي واحد يسولو كاين دابا وكاين فريق في, 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 الامارات انا كان تصل بيا واحد المانجر على حساب الامارات حنا باقي ما حسمناش في هذا الامر هذا باقي بلا نعم باقي عنده عقد مع فريق الشباب الرياضي باقي الموسم ما سالاش باقي الصيف بطبيعه الحال حنا بالنسبه للمغرب الفاسي عندنا معاهم اتفاقيه شراكه غيكونوا هم هما هما الاولين وهادشي راه معروف وصرحنا فيه وعاود صرحنا به بانه الا كانت شي حاجه راه غتكون تيهزو تيه من المغرب الفاسي عادي يمكن نتصرفوا في اللعاب لان كاين اتفاق مكتوب واتفاق اخلاقي بيننا وبين المغرب الرياضي الفاسي فالخير يعني الخير يدير الله مباريات كاس ما يكون فيهم دعم حتى من الفريق الفريق حنا ما كنكونوش ندير منح وكما كنكونوش موجبين حتى اللعابه ديالنا لان الكاس تيبقى كاس ديال اللاعبين هذوك المباريات كيلعبوا من اللاعبين انت تلعب مع الوداد البيضاوي اش غتسنى من اللاعب لا مال ودي راه غيعطي 200% في داكشي اللي فيه هو ديجا اللعاب موتيفي هو راسو حنا ما ما غل... ما, ما, ما خدينا الدعم مع حتى واحد وما هضر معنا حتى واحد في هذا الشيء وبالعكس حنا لعبنا المقابله على اساس مقابله كاس العرش اللي حصلنا الشرف ان نلعبوا هذه المقابله وحصلنا الشرف ان نتقدموا يعني في في يعني في, يعني نلعبوا في, في الادوار بغينا نوصلوا ل... نصف النهايه اللي لا ونوصلوا للنهايه اللي لا لعبنا ما دعمنا حتى شي واحد بالعكس مباشره بعد المباراه كان اتصل سي اسماعيل الجامعي لانه عنده غرض بسي هشام يتمنى وانا مع سي اسماعيل الجامعي في السياره فقال له دوز عندي داز عنده وذهبت انا من الاداب والصواب خصني نسلم على هشام يتمنى رئيس الفريق تنعزو انا بعدا لانه كما يعلم الجميع بانه قدم خدمه كبيره لشباب من الرياضي على مدار سنتين لانه هو اللي عطانا الملعب فين كنلعبوا وتيقدم الخدمه لكل الفرق الوطنيه وهذا الشيء باعتراف في كل الفرق لان كل ما دقيتي الباب ديال هشام الا وغيمد لك المساعده فهبط نسلم وشربت معاه كاس مع سي اسماعيل جامعي وضحكنا بستنا شويه دا كل داخل في اطار يعني رمضان وسلمت عليهم ومشيت بحالي هذا هو هذا هو اللي كاين هشام كان عنده كان عنده موعد مع سي اسماعيل الجامعي وانا كنت مع سي اسماعيل الجامعي في السياره وصادف الامر انني نزلت عليه سلمت عليه